هاي جايز، لفيديو جديد. النهاردة هرياكت لفيديو صاحبتي بعتهولي، وكمان لقيته كتير على انستجرام ستوريز، اللي هو الفيديو بتاع محمد رمضان اللي هو نمبر 1 حاجة كده. فهنرياكت مع بعضينا عشان انا ما شفتش الفيديو، وهنشوف مع بعضينا cause I'm very interested to see عامل اغنية ايه تاني، عشان فاكرة كان واحد في افلامه عامل اغنية. ما علينا، I hope you guys enjoy it. نبدأ. نمبر 1. اوكي، الديكور شكله حلو، عايز اروح اصور هناك. اوكي. It's starting off كأنه اغنية كلاسيك، بس انا عارف انها شعبي. جماعة مش عارفة فيها ايه، انه اشترى عربيتين، كل الناس اشترى عربيتين، معاه فلوس and he came from nothing and he's happy. انا هشتري عربيتين برضو عادي يعني. ايه المشكلة؟ كمان يا حرام، في ناس بتقول حلو عليه وناس بتقول عليه وحش، مش عارفة ايه الفكرة اصلا انهم يزودوا الحتة دي. بس بيوري البتاع بتاعت اليوتيوب بتاعي. عندك كام سبسكرايب؟ اوكي، دراماتيك افكت. عمر الشريف قال عليه كده. او ماي جاد، بأشعر عمر الشريف قال عليه كده. يا جماعة الناس واخدة بالي اللي في الحيطة. اول الستورة نايس. It's catchy. I'm not big عشابي، بس it's nice and catchy. اوكي، ايه وجهة نظر البنات في الفيديو؟ بس اوكي، I guess those fans. اوكي. Oh my god، افتكرته هيشوطها، مش عارفة ليه. الحتة دي بتفكرني ب This is America. لما شط النار. اياك تفكر تسبق الفراري.
the lyrics. So the lyrics basically على كل الناس اللي عملت تقول عليه كلام وحش تقريبا, وهو بيشرح لهم ان هو لسه ناجح يعني. But he has a point. يعني عاجبك او مش عاجبك هيبقى لسه ناجح, وهو فعلا ناجح. خلاص. It's not bad. بس نفسي بجد يطلع يقول مثلا عمل الفيديو ليه, عشان حابة اعرف شوية دراما. عشان هو يعني واضح ان الفيديو معمول للهيترز. اللي هو برضو يعني مهما اتضايق انه حرفيا انه بينجح في حاجات كثيرة, انه عملية من افلام وبتاع بينجح. بس انا شخصيا شايفاه كان بجد ممثل كويس, بس هو الادوار اللي بيختارها مش دايما حلوة honestly. عشان فاكرة في رمضان اتفرجت على مسلسل لي وكان حلو قوي, يعني كان تمثيل حلو قوي, كان طالع فيه سعيدي تقريبا, كان طالع فيه شخص عادي قوي مش بلطجة ولا اي حاجة. So it was really nice. بس ده الفيديو, قولي لو عجبكو. انا بجد كان نفسي اعمل الرياكشن ده, واتمنى انه عجبكم. باي.